قول فيصل مع فيصل علي موسى. أسعد الله أوقاتك دكتور. هلا أخت أمل. يا هلا دكتور. فام تنظر لمفهوم الإعمار من زاوية مختلفة عن الغير. هل مشاريعكم العمرانية فيها إبداع؟ هل هي فريدة بتفاصيلها؟ هل من وراء أفكاركم الجريئة؟ هل مختلفة بالتصاميم التي تقدم؟ وهل هنالك فارق ما بين النظرية والتطبيق، بين ما تحلمون به وما يجري على أرض الواقع، أم أنه في دائما عمل دؤوب لأنه يكون في تطابق بين ما تحلمون أو ما تريدونه وبين ما يتم تطبيقه على أرض الواقع؟ إحنا دائما نحاول أن نكون مميزين في مشاريعنا العقارية. أغلب المطورين يعتمد على الشكل الخارجي للمبنى، يهتم باللوبي، بالممرات، بالأمور هاي كلها. لكن احنا لا، انتهجنا نهج ثاني، حاولنا ان يكون في خدمات اكثر في البناء. يعني احنا من اوائل الناس اللي اطلقنا الابراج الذكيه، عندنا سمارت تاور 1 في عجمان وسمارت تاور 2 في الشارجه، اللي هي وفرنا السمارت هوم في الشقق السكنيه. احنا من الناس اللي دمجنا الرياضه مع العقار، عندنا مشروع اسمه ساركوا، دمجنا على ارتفاع 50 متر، عملنا حوض سباحة وجيم وملعب تنس وملعب كرة السلة ومجرى للركض. فالأفكار هذه شجعت الناس أنها تشتري. احنا من الناس اللي أطلقنا آرت تاور في الشارقة بالتعاون مع الفنان محمد الأستاذ، راح يكون نوع من الجاليريا في اللوبي، في الممرات، لوحات تعبر عن الفن الإماراتي. بعد المشروع حقق نجاح كبير الحمد لله. أطلقنا مشروع اسمه برج العائلة. برج العائلة هذا فيه طابق كامل للإنترتينمنت، سوينج بول، جيمنيزيوم، سينما للأطفال، منطقة ألعاب إلكترونية للأطفال، حديقة داخلية لتجمع العائلة. يعني اليوم العائلة ما تحتاج تطلع للمول ولا كذا، كل الإنترتينمنت والترفيه موجود عندها. أطلقنا مشروع اسمه برج المزرعة، وضفنا فيه الزراعة المائية، الهيدروبونيك سيستم، في عجمان. الحمد لله نجح نجاح كبير. أطلقنا مشروع تروبيكال تاور اللي هو في الحديقة الاستوائية على السطح، وموفرة خدمات كثيرة. فدائما نحاول نكون مميزين في مشاريعنا بحيث أن نضيف إضافة جديدة، مو فقط نبيع شقة عبارة عن 4 جدران مثلنا مثل غيرنا. لا، وين الجديد؟ الجديد لا، عندنا شوية خدمات أكثر إحنا. فهذا اللي تميزنا فيه وهذا اللي حابين نستمر عليه في المستقبل.